أجمل ما في التقنية إن وصفتها سهلة. التقنية تكسبك مهارات ليس فقط عملية، مهارات حياتية، لأن هي مبنية على أسس رياضية. فأي مشكلة تواجهك في حياتك تكون قادر على أنك تحللها إلى مشاكل صغيرة وتحل كل هذه المشكلة بشكل أسرع. تخصص الجامعي كمبيوتر ساينس، قصة عشق وحب للجهاز الحاسب من بداية المتوسط والثانوي، وكان هو الخيار الناتشرال بالنسبة لي. كان دائماً عندي فضول لجهاز الكمبيوتر، كيف أنه جهاز أحط له أمر ويرد لي رد أنه مطابق للأمر اللي حطيته. فكان عندي استطلاع وكنت أقرأ فيه عن بيل جيتس وويندوز وكيف هذا الأوبريتنج سيستم قدر أنه خلاني أتحكم في جهاز. وصفة التطور عندي هي جزئين: الطموح، عندك رغبة أنه توصل شيء، أنك تقدم شيء، أنك تملك شيء، أنك تكون صاحب شيء، والاجتهاد في تحقيق هالطموح. من الدوافع اللي خلتني كثير أتقدم اللي هي الإحساس بالأثر، لما تشوف شيء وتنتج مبادرة معينة أو تنتج برنامج معين أو منتج معين وتشوف الناس بدأوا يستخدمونه وينتفعون فيه منه، يعني فهذا بحد ذاته دافع جداً قوي. أول شيء عدم التوقف عن القراءة والعلم، يعني إلى وقتي الآن، إلى الآن أتعلم، وإلى الآن الواحد لازم يستفيد من اللي حوالينا والأكو سيستم اللي موجود فيه. الدراسة الجامعية راح تعطيك تأسيس، راح تأسسك، راح يكون عندك المعلومات الأساسية، لكنك تحتاج أن تمارس، أن تعمل عشان تكسب الخبرة. كل مننا عنده slice of genius وشيء يميزه عن غيره، إلا أنه دائما يصعب علينا أننا ندرك إيش هي هذه الميزة. فنصيحتي أنك تبحث عنها، تركز عليها، وأيضا تلتمس الأثر من خلالها. وأتمنى إن شاء الله أنه تصبحوا قادة هدفها وتسعى إلى الأثر. لا تنسون، دماغك هو رأس مالك، واللي بتسوي بيدك هو اللي راح يصنع مستقبل. شكرا لكم.